بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي، أنا الحوت الأزرق من منتديات أوتار الحزب. طبعا اليوم راح أشرح كيف استخراج شهادة للبرامج اللي تحتاج شهادات للجوال. أول شيء ندخل على موقع أوبدا، طبعا سوف أرفق رابطه في الموضوع. نضغط على ريجستر اللي هو التسجيل. ننتظر إلى أن يكتمل التحميل. أيوة، نسجل هنا، وهذا نسجل اسم المستخدم أو اليوزر نيم، عفوا لازم يكون إنجليزي. هنا لازم نرفق الباسورد، هنا هذا الباسورد. وهنا لازم نكرر الباسورد، تكرار الباسورد. وهنا نرفق الإيميل معه. طبعا هنا نحط رمز التحقق TNO، لازم تكون الأحرف بالكابيتال. نضغط هنا على تكمل التسجيل. خلاص جتنا هذه الكلمة، معناتها خلاص تمام. هنا طبعا راح نسجل الدخول. ونرفق الباسورد، نضغط على لوجين او تسجيل. طبعا جتنا هذه لوجين، تم تسجيل الدخول. خلاص الحين سجلنا الدخول، والان نضغط على كلمة ابلي كير، هذه هي. طبعا شايفينها مظللة لان الماوس ما يمديكم تشوفوه من نفس البرنامج. نضغط على ابلي كير، تجينا هذه الخيارات. أول شيء موديل اللي هو نوع الجهاز، وهنا الرقم التسلسلي. الرقم التسلسلي كيف تجيبه؟ لازم من نفس الجوال تضغطوا نجم مربع 06 مربع، يطلع لكم الرقم المسلسل. تمام، الرقم المسلسل حقي. هذا هو طبعا، وهنا تكراره. خلاص هنا نضغط أهم شيء، هذا أن نرفق الاسم مع رمز مع موديل الجوال. يعني مثلا نكتب الحوت، نكتب بعدين N97 أو N79، هذا هو. نضغط على هذه الكلمة أو هذا الخيار. خلاص كذا تمام، استخرجت الشهادة. لكن إذا كان جوالك أول مرة تستخرج له شهادة، لازم تنتظر 24 ساعة. طيب هنا جانا صح اللي هو نورمال، ما أنت تمام، انتهت الشهادة يمدينا نحملها. لكن إذا جتك إكس، ما أنت لازم تنتظر 24 ساعة. الحين إذا جينا نحمل، شو نحمل؟ نحمل هذه الخيارين اللي هي كير وكي. ضغطنا على كير، هذه سوينا لها موافق، حفظناها. نضغط على كي اللي هو المفتاح، نسوي موافق، وكذا يكون تم الحفظ. طبعا كيفية دمج المفتاح والشهادة مع البرنامج تكون بواسطة برنامج آخر واسم شرحه في، ويتم وسوف يتم شرحها في فيديو آخر. السلام عليكم.